السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الليلة الدرس الخامس من سلسلة الشرح أو التعليق على أحاديث الأربعين النووية لمؤلفها الإمام محيي الدين المعروف بالنووي. والحديث الذي نتناوله الليلة إن شاء الله هو الحديث المعروف بحديث جبريل أو بحديث الإحسان، لأنه حديث فذ غريب لا يكاد يعثر على شكله في دواوين السنة، حيث ظهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تطرح عليه الأسئلة، والذي يطرحها هو سيد الملائكة جبريل، والذي ينقل الخبر هو عمر الفاروق، والذي يحضر الحلقة أكابر الصحابة. والقاعة التي تلقى في هذه المحاضرة أو هذا الدرس أو يتلقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأسئلة كانت هي مسجد أسس على التقوى من أول يوم. جو رهيب غريب، لو قضينا سنوات وفتح الله ونحن نحاول التعليق والتأمل في معاني وإنشارات هذا الحديث لما أدينا حقه، فقد تبين من هذا الحديث أشياء غريبة، أن هناك الإسلام وهناك الإيمان وهناك الإحسان، وكأن الحديث يشير بعد الإحسان إلى السؤال عن القيامة، فكأن من وصل إلى الإحسان لا بأس إذا مات، فجنته مضمونة ورحمة الله تنتظره. فلما ذكر أخبرني عن الإحسان أعقبها بأخبرني عن الساعة، فكأن من وصل إلى هذا المقام فموته خير له، لا يخشى عليه عاقبة. إذا رزقك الله مقام الإحسان فموتك خير لك، إن عشت عشت تترقى في العرفان، وإن مت حرم الله جسدك على النيران، لا تخاف دركا ولا تخشى. فلذلك لما وصلت الأسئلة إلى أخبرني عن الإحسان ما جاء بعدها إلا سؤال عن القيامة. ويشير حديث الإحسان أو السؤال عن الإحسان بأن الإسلام والإيمان عبادة أصحابهما دون الوصول إلى مقام الإحسان إن ملاها همتات، إن حد مات هو مسلم فقط أو مؤمن إيمان عادي فقط إنه ليس من المحسنين ويخشى عليه، إن الإيمان وحده ما يسلم، وأن أهل الإسلام وأهل الإيمان قلوبهم خاوية وجوارحهم تعبد ولكن القلب غافل ساهي الله. لم يذكر الإحسان إلا بعد الإيمان والإسلام، ثم ذكر بعده الساعة، مما يدل على أن من وصل إلى الإحسان فقد تهيأت له مقامات الرضوان، ما هو خايف. ثم الدل ايضا على ان رجال سابق يعوده مقام الاحسان ما فات عبدا من عباد الله الصالح، ما زال اقرب هو الى الهمتات الى كبيات، مسلم يا غير كبي، مؤمن يا غير فيك نسبه من كبي، يعني توصل الى الاحسان ولذلك يلحق الاحسان قال أن تعبد قبلها ما تعبد، قبلها ما في تعبد، تعدى الشتوء تعيش به يا غير مانك سالك. قبلها ساهي عن ربك، مسلم يا غير غافل قلبك سارح عن مولانا، مؤمن يا غير قلبك سارح عن مولانا. عند من انت الحق الاحسان تبدا درتك ترقله على مراقبه الله، عاد مولانا حاضر في قلبك.
وليالك أن تعبد الله كأنك تراه وسابق لا تراه. أنا كفاط اللغة ما أدري هل بدأتم تفطنون لهذا المعنى. سابق ذا مسلم ومؤمن وتدفن انك مسلم ومؤمن يا غير ما انك عبدا لله. تو تعرفوا كريم تلقى هاكي يقعد عبدا لله. الناس كاملين تقعد عاتف درجه انها عباد مولانا حق حق تندار فقراش يوم القيامه. وتم الناس كامله اللي من عبيد مولانا حق حق اللي ما تندار معاهم. ما فطنتوا الانسان اللي تليموه يعيط الروح. قالوا انك ينعد الانسان ثلاث سكرات او ثلاث سكرات الموت يناديه الله يعيط له عن طريق ملك والله مساله يسمعها وينقال له يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي المطمئنه عرفت الله واطمئنيه. ما ترى مخمكش انت كاتك يرضى مولانا. قالوا ربنا الله ثم سكنوا استقاموا هناو. النفس المطمئنة النفس المتبعر الصلاة والنفس تشرد عن مولانا مرة يا غير المطمئنة عرفت الحق وثبتت ارجعي إلى ربك كأن مولانا ربه هي النفوس الأخرى ما هو ربك عبدك نعطاه لها مقامين راضية مرضية. هي راضية عن مولانا ومولانا مولي راضي مرضية. نعطاه لها محارتين متمونكة ما هي خايفة ومولانا راضي عنها ايضا. رضي الله عنهم ورضوا عنه تنقارها عند سكرات الموت. اللهم آمين. راضية مرضية الكرية اللي ولا شنهي والله الكرية اللي ولا شنهي. أول شيء تنكرين قالها ادخلي في عبادي. أولا بعد قاعد نديركم على الأنبياء والصديقين والشهداء. ومخلوقا ما عينيه سكرات الموت قال ورائه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرائه نوح، أرائه خليل الرحمن، أرائه موسى كريم الله، أرائه عيسى، أرائه الصحابة، أرائه الأئمة المجتهدين، أرائه الفضل، أرائه المجاهدين، أرائه القانتين، أرائه الموفقين. المخلوق يرتع في لقاء المقربين سابق يحول إلى جنتي. شوفوا بدأ الله بنعيم الأصحاب في الله قبل نعيم الغلاء. سابق دخلك جنتي، لا همتك بنعيم آخر قبل ذلك. وهو الالتقاء مع عباد الله الصالح. ادخلي في عبادي نسجلك بعده. والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالح. نديروا في اللائحه. تعرف الكاري انا خرشين انه ما في مخلوق يصلي لمولانا. اشول سبقك من مخالق اللي سبقك من عباد مولانا. والمجال لا يجي لكلي من كل مخلوق عبد الله. يتم كل حد وسجل مولانا في لائحة عباد الله. ما يصلي المولانا اصلا. ما سأله مولانا. تعود مقوطر في المبدية ساهي. ومع ذلك الدعاء يوصلك في كتيرات. به اللي كل من صلى لهم مشي لك براوة. التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك ايها النبي ان يعلم يقول السلام علينا وعلى عباد الله صل. كل مصل عندك في قرعه كل صلاه صلاها عبد الاخلص لله عندك انت منها قرعه. خرصوا يا المخلوق اللي جميع المقربين يسال له مولانا يسلم عليه من الله. هذا المخلوق لا يجي يوم القيامة لا من السلام عليه لا يعود ما عنده مشكل. هل بدأتم تفهمون هذا؟ هذا نوع من التحوريب بطعام مازال حامي ما فات عادي قد يتكلم. نقبل لكم من زروته به اللي حامي. إن يفوت يطلق مرتين وثلاثة وترى يبرد ندخلوا أيدينا في نقبه. لأنه عاد بارد لباس. خارج واحد يفهموا لا بلغته وكيل لا العبارات اللي قريب لا الاخر يحلق بالنسبه لهم فوق مستواهم. قال اني اسم الوكيل والشراب ودار يعرفوا ضرب لكم مثلا من انفسكم عاد شي تعرفوه. نبدا بالحديث. الحديث عن عمر وعمر يبدو انه ما قد حد يتقرب لمولانا بقربه عميقه ما لحق عمر قدامه.
لما جاء حديث هجرته إلى الله ورسوله له عمر بن رقب رقب، حديث هو الذي يرويه. ولين يتحق الحديث اللي يظهر فيه سيد الملائكة والسيد البشر له عمر في الطريق، ولا نعرف ذي بعد جاء العلاقة بين عمر والنقاط الساخنة عند منين يسخر الموضع له عمر. هو خارج من المخالف اللي ميسر مولانا للخير، جعلنا الله منه. مولانا نترى له يمن على النبي صلى الله عليه وسلم، من عليه بياسر وقال له سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء نحو، سنقول لك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى. و نيسرك تم صقوك شور كامل متعدل الا صقوك شور لعل يفوتك فرصه. اما من اعطاه واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره. خالق الميسر للخير وميسر للخير ومصيوق هو شوره ويقدم له الخير، الخير يساق اليه وهو يساق الى الخير. لن يتلقاه وخالق اللي اذا بحثها عن الخير نيسره للعسرى. يجي له وعلى الليل بات راقي، يجي له يذكر مولانا له نعسان، يجي له يصدق كذا، يجي له يتوضا يدفق الماء، يجي له يزور خله في الله ان قالوا مات له، يجي له يعدل طاعه دونها الجبال. نيسره للعسرى، وذاك نيسرك لليسرى. ما ادري هل فهمتم هذا؟ عمر الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس وسعدهم بعد الله، بعض الروايات بينما نحن جلوس الى رسول الله، وهو بعض الروايات بينما نحن جلوس عند، وقد قلت لكم في الحديث الذي مضى ان عمر يقول سمعت رسول الله يقول، وان القول يسمع بالاذن ولكن الصحابة ذي شدة محبة النبي كأنهم يسمعونه هو كله، ما يسمع صوته يسمعه هو كامل. ولذلك يقول سمعت رسول الله، فالرسالة لا تسمع والشخص لا يدخل الأذن، وإنما الذي يدخل الأذن هو الصوت، لكن لشدة محبتهم يقولون سمعت رسول الله. أنت سمعت الرسول كامل؟ نعم، ما بقي مني شيء. هون ملي في الحديث يقول بينما نحن جلوس ذات يوم عند رسول الله، الغريب ما قالوا بينما نحن جلوس ذات يوم في المسجد انسى قاع المسجد، ولم يقل بينما نحن جلوس ذات يوم مع الصحابة ان يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم، يعود غلبت عظمته على المسجد والبقعة والصحابة وكل الحضور، لأنه لا شيء ينازع في قلوب الصحابة مقام النبوة. من يدخل هنا مثل ما يغيبوا قاع عن المسجد وعن ذا كم، بينما نحن هذه هي المحبة اللي لا قال حد والله إلا أحبك، قال له صدقت. أما موريتاني قال لك نبقيك ونين يتبرى يطيه نفاق، حتى أنه في حديث صحيح متفق عليه ما هو البخاري مسلم متفق عليه موريتاني المنافق، اي حديث متفق عليه. الما نافق ما وافق، انك انت توافق موريتاني عليك بالنفاق، ومعناها ان حد لا يوافقهم بالحق ما تصح، غير ان يتنافق وخير وان تصدعهم بالحق ينصقعوا. بينما نحن جلوس الى صدر ما وعند رسول الله لما ذات يوم اطلع، والغريب عبارة عمر مذكرة من مشاكل واحد انه ذكر لهم قاعدين عند النبي صلى الله عليه وسلم، وحد اصلا يعود قاعد مع حد يعود في داره، اما المسيد اللي لمولانا عمر مات له في راسه، قالوا عند رسول الله احنا قاعدين فم عند النبي صلى الله عليه وسلم وضيوف على افضل الخلق، يطلع عبر بعبارة طلع وطلعت قال الله الشضوي ضو مانع، لكن عدلوا الصحابة لين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم جاي من مكة عادوا عدلوا نشي، وذا النوع يقدوا ينشبحوا ويقدوا ويقدوا يجوه الهياكل ويعودوا مباكي ويقدوا يمشوا في ليمة واساتي تتر محاور
وعلماء الإسلام وأئمة الهدى يتراو يستقبلوه يقولوا طلع البدر علينا، ولم يقولوا شاء رسول الله، ما وجدوا عبارة ينبهوا بها في نشيدهم، ما هو طلع البدر علينا، طلع إن قال اخترعت الشمس وطلع القمر، فالشيء الذي له ضياء شديد وشعاع عميق وعبروا عنه بالعربية طلع. الشيء اللي راقب الشيء الغريب قال بينما نحن جلوس إلى رسول الله وعند رسول الله يطلع علينا، ومعناها أنه عبد بن هشام هو شهد الملك داخل يقدم كراع ولا يدخل المسيط حارا في وجهه. هذا وجه سيد الملائكة اللي يقول مولانا الروح الأمين جايهم على صورة راشد، لكن برؤية عمر اللي قلبه مطهر ونير لما رأى وجه من يطيع الله اندهش منه. هذا لوشه ما هو ما هو العاب منا، قال يطلع علينا رسول شديد بياض الثياب ويبدو انه فاجئهم. الصحابة مجمعين مع النبي صلى الله عليه وسلم يتمون اذا هو الراجل داخل عليه المسيح. لا حول ولا قوة الا بالله. الملك جبريل عاد جاي يتواطى، وجبريل ذكر مولانا بصفات خطيرة، قال انه لما نزل قول الله تعالى انه لقول رسول كريم ذي قوة، رسول وكريم وذي قوة وعند ذي العرش ومكين ومطاع وهم امين، إنها لي صبت للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. لاني جاء جبريل قالوا يا جبريل سمعت الله ذكر عنك صفات وقال عنك لا وذكر قوتك، ما هي قوتك التي يذكرها القوي المتين؟ للقوة اللي أعطاك مولانا رشيد. قالوا ناهي قرب لك معناه، لما قالوا غضب الله على أمة لوط اللهم لا تغضب عليه، اللهم إنا نعوذ بك من غضب وعقابك وشر عبادك والكفر والفقر ونعوذ بك من عذابك. قالوا لما أراد الله أن يهلك أمة لوط ونحو ذلك أرسلني إليه دشرة دشرة كاملة. قالوا مشاني مولانا لهم من دمار. قالوا تعرف الوسيل، دخلت جناحي تحت الأرض السابعة، جناحه هرد به الارض الى الارض السابعة، ومقط قال له جناحي تحت فيك الارض كاملة، وانفت بهم طرطقت الارض السابعة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وانفت يا كامل ورفعت بهم جناح حتى سمع السكان والسماء سمعوا الصياح الدية كالديوك يتعايطوا والحيوان يتراقى، ثم جعلت عاليها سافلها قلبت بهم الارض. لا اله الا الله. رفعت دولة بكاملها ارتفدت على جناح ملك. يا عباد الله ما عندنا شيء على مولانا. يا عباد الله مد مخلقة من امها، الدرس تألم مولاها والعين تألم والخنافر يألم ولا فيك بلا اذا تمتس ما بتتألم. مخلوق لا يتحمل درسا لا يتحمل ان يغلق عليه بعذاب الله. حد زين لك نار الله معناها انه وشد الاعداء، يا الله تهجر ما تسلم عليه. قول له انت عدو لانك تزين لي العذاب. ملك قال مولانا ذي قوه، قال له وضعت جناحي تحت الارض السابعه ورفعت الارض بهم حتى سمع اهل السماء صياحهم وعياط الناس تتراقى، ثم قلبت قال له قلبت بجناحي الاراضي السبعه درت الفوقاني هو التحتاني. ويعبر القران تعبيرا غريبا، فلما جاء امرنا نجي الاوامر الملك يخضع الكون هنا. جاء امرنا ما شفتوا لعما يا واركين تعود مظلمه وجه البقر يقوم يتراقى. اللي منكم من اهل الباديه والله يسافر في زمن الخريف لا ينسى الرحم اللطيف. لعماية تعود مظلمة ما يظلموا عينين الدوام ما قاموا يترقوا يشكون الى الله بأي ذنب تأخذنا يا رب.
ظلمت علينا بين السماء والتراب ونحن لا نعصيك. اهل السراويل واهل الاشباب لكما، احنا بيد ذنب. هذا الملك اللي انا بتقول له 600 جناح، مولانا قال ان الملائكه فيهم اللي اجنحته ما توفى ولا تسحى. يقول الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه. جنحتهم كم؟ مثنين وثلاثه ورباع، ولا قدهم يزيدوا في الخلق ما يشاء. واحد نعطيه شو من الاجنحه؟ شقاع ما يقد ينحت. يقال فيما يحكى والله اعلم أن رسول الله ذات مرة قال لجبريل: يا جبريل أريد أن أراك على الصورة التي خلقك الله به. قال له: يا رسول الله إنك لا تطيق ذلك. إيه لا تطيق ذلك رسول الله؟ قال له: الخلق اللي خلقني عليها مولانا ما يقدر يشوفها مخلوق يبقى على باب. ما عندك الهجر. ألا مجرد تخلاص وحده يهلك الخلق. ولذلك ملك الموت من يدخل على المخلوق لا يقبض روحه، يسكنوا اعضاءه وتبقى العين مبروصه ما تتقمر وتهدأ الاعضاء وتسكن العروق ويهدأ المخلوق لانه كشف له عن ملك الموت يدخل عليه. قعدك به يحرك ويتكلم عند منين يشوف ملك الموت يندرك لسان ويسكن التخراص وتهدى الاعضاء وتسحب كامله. به اللي جاءه ملك الموت التخلاص لوحده يسكر. إيه هذا الملك مجرد رؤيته حدها تفزع. اللهم الطف بنا فاننا ضعفاء. اللهم انا نسالك اللطف، انك اعلم بحالنا وضعفنا. ارحم بنا فانك بنا راح، والطف بنا فانك اللطيف الخبير. ولا تكلنا الى نفوسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك. ذي قوة عند العرش مكين مطاع لا يخالفه ملك في السماء. ان يطفئهم جبريل يقول له: ماذا قال ربك؟ وكافيكم من فضل جبريل عند الله. اللي عند منين يعود مولانا يبكي العبد مخلوق. اللهم اجعلنا حد ينعود يحبه الله. اول حد في الكون يعلم جبريل. يتم جبريل يعبد ربني، يجيه النداء من مولانا: يا جبريل اني احب فلانا فاحبه. خالق فلان واللي فلان اراه رب العالمين يحب. اللهم اجعلنا، اللهم اجعلنا منهم ووالدينا ومشايخنا واحبابنا. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل شيء يقرب من حبك ورضاك. كبروا سرا يا عبادة، أمنوا سرا. يقول له: يا جبريل إني أحب فلانة فأحبه. ذاك الوقت تصبح برد جبريل معلقة بذا المخلوق يحبه حبا جما، لأنه جاء الخبر من مولانا أن رب السماوات والأرض يحب فلانة. اتصوروا لي مخلوق اسمه يذكر عن جبريل سيد الملائكة، هو يحرك في الدنيا يوكل ويطوجن ويستراح ويصلي ركعات وحاير، وهو يخبر به عالم الملائكة مولانا يبقي فلان. نظر إلى قلبه فوجده لا يريد إلا الله. نظر جوارحه فوجدها خاضعة لله. المخلوق يحب ما يحبه الله، يرضى بما يرضى الله عنه، مستعد لكل ما يرضي الله. فلما علم الله ان عروقه ودمه وعصبه وشعره ما فيش ستر مع عرض الملك، اجي المحبه. المخلوق يبقي مولانا حق عنه. يقول له انه يحب فلانا فيحبه، فيحبه جبريل. بعد ما يخرج وراياك يعيط جبريل في السماء كامل، السماوات كلها ينادي فيها جبريل، ولا يبقى حد من الملائكة في السماوات سبع ما سمعني دا جبريل. قال لكم مولانا انه يبقي فلان حبوه كاملين، فتمتلئ السماوات من حب هذا المخلوق. المخلوق ما تلا فيه ملك يسجد المولانا
إلا عند واسمك ويبكي. والغريب في الحديث الصحيح أنه يقول فيحبه أهل السماء يلحق الأرض، ما قال أنه ينادى على أهل الأرض لأن الأرض تري فطرش ما هي صالحة الخير. شقار الحديث يقول هم يوضع لك القبول في الأرض، تصبح عباد مولانا الذين نشوف المخلوق مقوطر تقول إيه المخلوق وخيرك به حين نزوره طب إن مولانا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. تبحر أنت تطلب منه الدعاء قاع ما قد شفته ما قد شافك، يقول تختار توقف له تختار تحسن عليه تختار ما كذا تطايح له في الأخلال يعطيك الأخلال أنت من الجرب، لكن يوضع له القبول في الأرض. أم نادم عاد ما قمور تحبه نفسه الخير، تشوف يصلي واحد يقعد يسر ويتحرك يصلي مملوء قلبه منه يوضع له القبول في الأرض. عاد المخلوق مقبول توب إلى بات فلوسع، واحدين خراني يدوروا القبول بشارلي والدهين ولا يبقى دهينة قط صنعوها دولة في العالم ما يلودونها، يا كان هو يبنتروا رؤوسهم يا غير بين كثيرهم ما هو قاد يقرأ، ومخلوق ثاني ما يدهن والغبرة مشجر عليه وبايت فلوسع، لكن المخلوق ينشوفه تتبسم وينشوفه تتمورك فيه وضع له القبول في الأرض. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، اسباقه من مولانا ما غيرش اسباقه يا عباد الله. الناس اليوم عاد كثر من الدهايم بيها الكراهية اللي على وجوها بيها المعصية. عاد الواحد اللي يخرص المراية المراية ما تنافق ولا تصفق ولا تأيد، تقول الله الحق وما اداش بهنا بعد مرايتها هاي راحت. المراية تقول لك الخارجين تعود شوي تقول لك ما يجر لك انت منسوخ درق عني وجهك، ويبقى الواحد مثقل من المراية المراية ما تنافق ما تصفق ولا تقول نعلن وتأيدنا، ما هي مأيدة ولا هي مصفقة، الحق تقول والباطل تخليه شوين تنعت ما قلنا لك شوين ما يحز عليك. ولذلك المخلوق اللي خرص تقول المراية ما يحز عليك ما عندكم دهينة لا ما يجي الدهين، اتقى مولانا كانك ميتيرك يلصق لك الى تميت كل نهار تدهن وني تحرك الشمس هو لك هو داير الله اللي على وجهه خايف ميتير لا يطيح. يا خي خير لك تقوى مولانا اللي سباقة مولانا هي ارتلصق وهي اللي ضافية ودار الحر مضيعة للوقت ومفسدة للمال. لعل بعد بيكم بينما نحن جلوس وصلشكم يعود جلوسنا كجلوسي وأجواؤنا كأجوائي واستعدادنا لقبول الحق كاستعدادي. جلوس في المسجد عند رصد الماء ذات يوم يطلع لهم الراجل وهو جبريل. قلت لكم إن جبريل طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يريه حالته وقالوا إنك لا تطيق ذلك، قالوا نختار الله نشوفك نختار الله نشوفك واستعين بالله تعالى على رؤيتك. قالوا أيوة إن شاء الله إنني أعطاني لذا ندور فيك. قالوا إنه تم نهار مرقب المدينة والله بليدة مستخلي إنني رفت سمع صوت رفت عينيه أهر لفت العيني الصوت اللي سمع جبريل كينه قض من السماء عند منين الملك المقرب في طن النبي صلى الله عليه وسلم شاخ صبصر عمل هاكل واحد من جنب بقات له الدنيا كأن الشمس قد غربت وأن الوقت بين المغرب والعشاء أظلمت الأرض عليه الشمس قد غابت والليل قد جاء، لأن أجنحة الملك قد غطت ما بين السماء والأرض. النبي صلى الله عليه وسلم ما فاق على رواية من شاشي أقبض الملك ورشع بصورة عشلان الحالته وقام قاض نافذه وعاد يمسد عليه يرين وعاور في دراسه وخرصه. قال يا جبريل ما هذا؟ قال أنا ما قلت لك أنك لا تطيق ذلك، أنا ما قلت لك أنك لا تطيق ذلك، شمل أجنحتك تحول النهار ليلا تقلق بين السماء والتراب. وسبحان الله الملك ذنب عظمته ومع ذا داخل في المسيح. قالوا على هذا المخلوق ضعيف وما فاهمين، هو الانسان مرك فيه النار وفيه الماء
واحنا موريتاني عندنا عقليه خويسه. يعني انت تبغى مبج وكذا وتشري مبج وتبات مستدفي تقول يا اخي جازيك بخير، هذا مبج ودافي وهو قاع مبج وما هو دافي والباس ما فيه شي دافي. المخلوق يدف فيه راسه فيه ريشوه حامل وافار الفيل يرين يمتان البرد يعود عادم تم من حمارك انت الماشي منه ومبج وما يدفي يغير يحول بين جسمك مع الهواء البارد، فإذا بقيت حرارتك دون مقاومة تصبح دافي. والدليل عليها انك اني تطرح مبجوهك ما يحمى يعود ببيرد كيف تكن، يا غير اني تقلق بينك مع الهواء البارد تبقى لك حرارتك فتشعر بالدفء. اذا انت مدفيتك ريشوه جعلها الله في جسمك، لكن اذا قوية عليها البرد استعنت بشيء تسد به بين الحرارة المنطلقة من جسمك وبين الهواء الذي يغزوك. احنا عندنا عقلية على النشاة هي اللي تدفي، هي ما تدفي، يا غير تقلق عنك الهواء البارد اياك يقوى حرارة جسمك. كذلك عندنا عقلية خويس اخرى، معدل موريتاني معدلين على ان انا قاعد اشوف بعيني، العين ما تشوف. العين ما تشوف. جاد عليكم. العين ما تشوف. خلوا الكلام. العين ما تشوف. يا غير دار مولانا فيها آلة. يعني يخلق الله وتقبوه هي تنطرق شوارها. يعني يخلق الله قدامها تسرق هي منه شوي يدخل منه سلوك. ومن يطفى الله ومرقب هي بلا ضوء. مثالتها مثال تلوة تلوة راكين تعود موقفة وعاطشتك بقفاها وطافية. يعني انت مطلص عليها ضواية وتاخرة تقول انها قاع سنيالاتها قادي. يعني انت تخطاها بالوتة هي ما قادية القادي انت. يا غير تقابلت مع جهاز فيها هي مرايته تعكس الضوء. الانسان عينيه ما يشوفه، يا غير ان يخلق الله وينطروه. والدليل عليها انك اني تدخل في المصيدك ويتم الضوء وتم تخرب وتقول انا رائد فيك، انا حال عيني عيني شايفين شي الحمد لله. اطفي اطفي عنه ضوء وقول له تقدم شوي، يقول لك ضوي. اه ضوي انت تبارك عيني في يوم الضوء. لو عاد الضوء موجود في العين تعود الى فرق عنه الضوء يتم هو يضوي. اي لك العين اللي تكبي انت تكبه هي. اذا هي تسرق الضوء وليس ما يمدخل يصير لك، يا غير تسرقه. تقبض الضوء من خارج وليس فيها اي ضوء بذات. يا غير مديون فيها جهاز الهي يعكس لك الاضواء عندما تات. ثم اذا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ سبحان الله. بينما نحن جلوس عند رسول الله ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب. لكن مر على الحديث حتى لا ينتهي الوقت واحنا نحارب من هنا وهناك. اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. لا يرى عليه اثر الصف ولا يعرفه منا احد، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. قال واخبرني عن الاسلام. قالوا الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال صدقت. قال واخبرني عن الايمان. قال وان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فعجبنا له يساله ويصدقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الروايه يقول له هو صدقت هو يعرف والله تلميذي جاهل ما يعرف. عمر يراقب ذا الراجل ويتابع كلماته يتابع لباسه ويتابع ثقبه ويتابع صقرته ويتابع دخوله ويتابع من يسيرته ونوعيته. مراقب دقيق وصحافي محلل غريب. قال له صدقت. قال فعجبنا له يساله ويصدقه. قال واخبرني عن الاحسان. قال وان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. قال واخبرني عن الساعه. قال له ما المسؤول عنها بأعلى من السيف. قال واخبرني عن اماراتها. قالوا ان تلد الامة وربتها وان ترى الكفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ولا قالوا ذا الكلام خط. قال عمر فانطلق ثم انطلق فلبثت مليا. قيل انه فوت ثلاث ليالي قاع ورا ذاك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كلمه. اللي دخل عليه بعد ثلاث ايام قالوا يا عمر تدري من السايب؟ وفي بعض الروايات انه ما نلقى عند منين وفوا بلاص من عنده.
النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر تدري من السائل؟ قال والله ورسوله اعلم. انه قال له قوم شوه قص لي اعرف لي هو منين صاد قص لي اهو. انه قام عمر مثل التقي يختار يطبق القانون تبع اللاني وخاوب الحاج رمسي دار واطيات وما راهم. هو جبريل؟ جبريل عاد تكون يقوم فم الزقنا في قبر المدينه. اهل الله وحوا متو. هو ملك يا عباد الله. قال له قص لي اخر وشوف لي كان قدارك في بيه. قالوا لي خلاص قالوا انا ما رايت الاخر قال. فازداد غرابه. الراجل اللي خاوه من عندنا بلا وطيه. اين يذهب؟ الله اعلم. ملك حوى متو. دخلته قاعد في المسيب وهو بنفته. ياك مبيقه. تو ما شفته. ما شفته ارك الوتر. مولانا قادر. قادر مولي قادر. ما شفت ارك العين. العين ضارك يعني تتقابل معاه. ما هو ضوء، تو اللي اسكنتوا على الضوء. العين يعني تتقابل ضارك تعود وته واقفه قدام عينك وتخرصها وتخرص عينك. عينه لقاها اللي خرصها جاي لك في لا مرك. ذيك يا مصوره في نقر العين، لا مرك عاد في البلبوزاك معقول. معقول هذا. توقف انت راجل كبير. حلم ويها ضايع وتخرص هو انت قاعد على وجه الماء ونعت لك مولانا الصوره فيك انت تدل على انك مالك رقاه مع الصباح ظلك الا ان تطلع الشمس خرص ظلك يا هو ظلك مرقع حدفت النسوان من خرص ظل هو قاعد شور المطاع وهو هون يزيقنا ويتم الظل جاي 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 انت عقب تعود تواطي على ظلك قاعد مثل تلفت عنه هو يجري على ظهرك وانت واطي على راسك ظلك تحت كالعين من فم له هو واطي فيكم ملي وقام قام في قاع عاد هامه يستقبل القبله وانت يحرك ظلك كيه يقول مولانا لم ترى الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا ننقصوه ننقصوه تقعد تتوطى لي المخلوق فيه من ايات الله ما يكفي جبريل نبت كبره وداخله نمسي سبحان الله وملك ذنب تعاومتوا مع هذا على صورة راشد الدراع الله لكم انه قابوها من منين شديد وبياض الثياب ملك اخباره من اللباس شديد سواد الشعر هو ملك من النور اخباره من السقف اسند ركبتيه وضع كفيه ذو الاعلام من منين هو ملك ما في الاعلام لا إله إلا الله كيف يحول الملك من النور إلى عظام ورجل ويرجع مولع لهب إن الله على كل شيء قدير يريد تتحجر وتلبس من حاله فكرت أنك أنت مخلق من ما وانت عادل ما يتكلم يريد تشوف الدكتور وتقول يا الدكتور تفقد أني أميها لا يغرك الدكتور شفت واحد عالم لا تنسى هو أميها شفت واحد جميل لا تنسى هو اميها شفت واحد فصيح هو اميها واحد ذراعه معلوم سبحان الله اميها المعاد نبته اذا الخرق ظهر مولانا فيه من قدرته شعاد المخلوق ما عنده كون يفوض قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر وتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله اعلم قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. جبريل جايكم يعلمكم دينكم. جبريل هو اللي كان معانا جبريل. جبريل الحديث رواه مسلم كما قلت لكم البارحه وابو داود والترمذي والنسائي وغيرهم حديثه صحيح وغرائبه لا تنتهي. جبريل جاي له يطرح له سلع تعرف هذا معنى شنو؟ كأن الله يريد أن يجمع للصحابة عين اليقين وهما ذا اللي قال لهم نفس ما هم شاكين فيه يا غالبين فوتوا من الزمن جاء جبريل يا أخي سينيلو ذا اللي كنت تراعوا فيه قاعد ويقول لي صدقت جبريل ويطرح لي الأسئلة وأنا نجاوب ويقول لي صدقت قدامكم إذا أنا ما زدت في شرع الله وما بدلت وما غيرت ولذلك ينزل سيد الملائكة ويشهد لي بين أيديكم عبدك يتواضع لي قدام
عاقب ذاك يسولني، وما دام يعلمكم دينكم ماله ما يقول لهم بسم الله انا اعطيكم درس. النبي صلى الله عليه وسلم انت اليوم ديمس ديمس، النبي صلى الله عليه وسلم ما قد حد يعلم في الارض اللي هو فيه، وجبريل متقدم معاه به اللي لعاد جبريل الله يعلم الدين غير متقدم وملي مع استاذ الدين الكبير. ولذلك حول النبي وهو الاستاذ وحوله الى استاذ، وعاد جبريل ما دام تخالف بليده فيها النبي صلى الله عليه وسلم كافيه لا سول. اياك تحسس الناس ان حد تخالف بليده فيها العالم كافيه لا سول، اما يوقف تري عاد دار درس ان قال ورعى. جبريل مين تخالف بليده فيها النبي صلى الله عليه وسلم هو جاي له يعلم الدين غير ما دام الحق قدام النبي صلى الله عليه وسلم عاد كافيه يطرح الاسئله. حد قدامه حد على من افضل ما يليق به عاد دار درس. تعال يطرح الأسئلة فقط ويستفيد. الله ما نعرف كاكم اللي فهمتوا. اطلع علينا رجول، رجول هو راجل، هو ملك، الملائكة هم رجالة، الملائكة راك ما تقول لهم رجالة ولا عليها، هم رجالة ولا هم عليها. عالي رفع، خلقهم الله من النور وخلق أهل الأخرى من النار وخلق آدم من الطين. إذا عدتوا الليلة مثقفين، جميع اللي يحرك على وجه الارض من اللي نعرفه اما البشر الانسان والله الملائكه والله هالخله، هالخله من النار وهالخيام اللي هم البشر من الطين والملائكه من النور. اذا السماء والتراب اللي متقرنين عليه من اللي يحرك المعروف الله لتنواع من المخلوقات، ادم من الطين والملائكه من النور والشيطان وهالخله كاملين من النار. هو معايا الانسان مخلق من اش والماء واخ الطين تنقال تنقال التراب. هو مولانا في القران مره يقول خلقكم من طين، ومره يقول خلقكم من تراب، ومره يقول انه خلقنا من ماء. ويبحر قال لي هي من تراب والله من الطين والله من الماء كان صح، لان التراب ينين يندار معاه الماء وتنعجن حتى عاطي وحدها ينقال لها تراب وين درعيها المعاد ميها وين تنعجن حتى ويصبر عنها عادة الطين. فعبر القرآن عن حالات أطوار نشأة المخلوق تراب وميها وطين. إذا قال لك فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما ينصدق حد يا مولا، من تراب حد من طين حد، يا غير الطين هو التالي يندار التراب ومعاه الماء ويخمر حتى يعود الطين. ما شفت وراك الانسان يقلب الشيطان والشيطان من النار والانسان من الماء. انني يقويك مولانا عليه تعود ببومبيا يقوى ماك على ناره هو يطفئ. والله انتم ما تفهموا احنا مخلقين من الماء. قط سمعتوا النار قال بالماء، والله اني نعود الماء قليل تتم النار اللي تكتك يا غير اني يكثر ميتك وبمبتك معلومة يتم الشيطان اللي من النار اللي اني يتقدم نهدك ترش عليه من ميتك يطفى يا نبي اللي ميتك مرح يعود الصفيك اللي تراب وانت جايك حريقة قاع لا القضية من نقص فيك انت المواد. لا فهمتوها لا ما تفهموا شيء. ولذلك المعركة بين الماء والنار في الانسان ماء وفي الشيطان نار، وإذا قوي أحدهما استغرق له. والغريب أن عمر يرقب عينيه في الملك يخرصه من فوق يخرصه من تحت، وهذا يدل على أن المؤمن فطين وأن الصحابة كامل يشمر الصنادرة. ذاك الزمن خايفين وإذا في المدينة، وعجبكم من جبريل ما نعت لهم راسه في مكة لأن الإيمان ما زال ضعيف. قال الله أن يتمكن منهم الإيمان عاد جبريل نعت راسه، وهذا يدل على المخلوق ان يصفح حتى يعود يشوف الملائكه وما حد مازال متخبز وشبشب اي تشوف الا شكله. ما كن فاطرين ذاك النهار رمضان يصوم لقاه العشره الاولى ما فيها الملائكه والوسطانيه مولي ربما يعني تعود 27 وعاد متدرب وعاد قاع ما تري اخطر في قلبه البراد الاول في النهار وعاد فاطم وهل منيجه هنا وهل سقاريته هنا وهل الشهوات هنا وعاد الواحد يصور الله الفطرينته ومتدت الرقاب المولانا يجي تنزل الملائكة والروح المخلوق ان يصبر مع مولانا يجي الملائكة
وما حد ما زال نزال في صر عن مولانا مستثنية الملائكة يتمون إيه؟ ما أدري هل فهمتم هذا؟ إذ صفوا الصحابة وفوتوا ياسر المدينة وجاءوا قدر من الغزوات الله أعلم بعددها يتموا قاعدين هو الملك داخل وقالوا إنه مرة تو معايا المرة يكرم الله الأنبياء مرة يكرموا بيتمهم يراعوا في الملائكة وشوفوهم الملائكة ما يشوفهم أحد ومرة يتم مولانا يكرمهم ينعت قاع الملائكة ينعتهم لجماعته هذا عدل مولانا الإبراهيم خليل الرحمن إبراهيم خالق مرة لا تم قاع والله واقف ما نعرف إن يجاوه خطاء وهما قيل أنه جبريل من شيء وراء اللي معاهم من الملائكة جاوه ملائكة على صورة رجالة وقالوا أنه من خطاء تو معايا تم ونيشكم الخطاء رعاو عن جبريل ما الله لا يخاطر على شيء من اللي يحركهم الله مين اللي قاعد يلاقي جدار يلحق التلفزه والمسلسلات يلحق مول الدار مسلسل والملك للنوع ما يجي تم النبي معناها ابراهيم خليل الرحمن في بليته والله يرين هو جايين ووفد من الملائكه خطا وعدلوا له رؤوس منهم خطا وهما خافين عليه رؤوس وجبريل هون لعلمكم هام النبي ما يفاصلوا وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مشى انه جبريل ما هو عارف انه جبريل. انه جاوبوا على الاسئله ما هو عارفوا منه. لانه جاء في صوره ما قد شافه. وانه هامه يخفي عليه راسه ولذلك عدل شيء ما هو عادي. اللي جاء ما سلم عليه. وانت يعيط له يقول له يا محمد. ونيت حل كش ركابي يطرحهم عند ركاب النبي صلى الله عليه وسلم ما هو عادي. وقعد قاعده ما هي طبيعيه. والغريب عندي ان عمر ذكي. يغير بقاو عليه مسايد كان يرضي يفطن هو ما حد قاعد يستغرب ويقول عجبنا له يسأله ويصدقه ما يقول عجبنا له كيف عرف النبي منا من قالوا هذا النبي كم قال لك هذا هو النبي وما سوله لا تخلوا تو ما هم شفري وطرح ركابي عند ركاب من قال لك هذا هو حد متقشمي يسول هو مني واضح ان جبريل مراسين مولانا قالوا موريتاني ما يذهبوا وهذا مراسين مولانا شفتون هم واضح موريتاني عنده شبه الاحاديث ما هي صحيحه يا غير بعد الزويكية الا فيها القابليه فيها شوي من الباتري ما هو ياسر مراسين مولانا ما يذهبوا هذا جبريل ممشي اذا ما هو ذاهب الا جو طرح ركابي عند ركاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا لماذا عمر ما يلاحظ الملاحظه ما يقول عجبنا له كيف عرفه ولم يسر نعم للراشد الطاري المده ومع هذا ما يسول يا ما هو طبيعي ايوه ما شافوا هم اللي تلفت وطيلة الحلقة ما شافوا تلفت ولا يقاطع الأستاذ والأسئلة مركزة ويستمع لها حتى تنتهي ثم يتقدموا بالسؤال الثاني اللي قالوا جبريل قرب في راسه شوي انه هو هم يخشى راسه شوفوا جاء المسيد ولا حي المسيد وشافوا لا سلم وشافوا وقال له يا محمد ما قال له يا رسول الله يا غير خالقه مثل قرض في راسه تعرفوا شنو معناها زاد نبهت عليه وهو قلت صدقت صدقت تدل على ما هو حد ما هو متخشم عاد تكونوا من هالباديه وقول صدقت الباديه قاعد يرعدوا لا يا اخوي لا اسمح لي كتنعسى يرقدوا قاع والله يحرف شيء ثاني اما هالباديه اللي نبت كان صوتهم وسيرتهم لكن ما هو في ذاك الزمن بعد لعل ينفقوا هالباديه اليوم انا عين على هالباديه ذيك الساعه ما انتم اخترت بيكم غير ما نعرف الى منين بقى اسمعوا عاش من له يساله هو يصدقه ان جبريل قلت صدقت صدقت قالوا هذا يدل على المخلوقين يغلب عليه الحق ما يقدر يشحد راسه هو هام ويخشى راسه يا غير اذا هو من اسرائيل فيك الحقيقه عاد لابد من يحضر راسه وامرت ان اكون اول المسلمين إيه انا ما نقد العود يعلمكم دينكم ولا نقول صدقت باطل اسمكم له ان المخلوق ان يغلب عليه الحق يعجب الله ينطلص منه لكن اذا لقى اشباع حتى يعجب قاعد يقذف والملائكه اشباع من قوه مولان ما قد تم يوخر لهم الايمان والاسلام وكان هم الا ساكتين عادي يقول له قلت صدقت ولذلك وقف له عند عمر كان عجبنا له يساله ويصدقه هو يصور كانه تلميذي متقشمي وفي نفس الوقت يقول له صدقت وصدقت اللي عرفني عرفني احد لا من قالوا لا اله الا الله. يطلع ابراهيم
أحسنت. إبراهيم جاءه الملائكة وخطا وقبل يواني وإبراهيم الصماء وكيفتنا حال إبراهيم خليل الرحمن ما عين على إبراهيم موريتاني موريتاني أسماؤها أسماء الأنبياء حتى أن تسمي بعض الفارماسينات فارماسين محمدي وفارماسين أبو بكر الصديق ومعادني تجيها كاتلك المرض ما تجبر حبة تصرطها عندكم أنه أبو بكر إن أنا بترخصته وهو الصديق صيدلية عمر عمر ما طيح منه خمسة ولا يسلف ولا يدين هذه صيدلية عثمان عثمان الذي ينفق من مال يعاد النبي ما يقول لهم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم هذه صيدليات الزور عناوينها الصحابة وحقيقتها الغلاء في الأسعار والتقمار الله يحلم هذا لعل تعود في صيدلية أنا ما أعرف قال صيدلية مسمية الاسم يا غير ضربت لكم مثلا من أنفسنا لعل واحدين يعودوا الليلة صيدليتهم عليها عمر يقولوا يا أخوتي ويعجبنا هو قد جارة ولا سلم ناله ما نرضى يكون مثالا وتو إن قد نعود علي عين على صيدلية مصر قاع ما يهو الله يحلم ومرة جيل المسيد ما ترى فيها رقاش وهو مسمي على مسيدي مسجد عمر بن الخطاب يا خي مسجد عمر ذا نبتو ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم محمدي تلحقوا قاع فيه حمار وقت الان يولك فيه حمار فان بعد يدن هو باطل راس ما رأى رقاش هو مسجد المحمدي موريتانيا غريبة تم تربط اللي يسعى في بيد الجن الله يحرم هذه هي امراضنا الخطيرة سألنا الله العافية ابراهيم عليه السلام جوه الملائكة على صورة خطار وانت يذبح لهم تعرف يذبح لهم عشي وما يعرفهم ولا قاش قاع يذبح لعشور لحد ما يعرفوا ظهر لكم انه يجي حد قاع كبير عنده شلا يعدل له اهروا لا لا يلوذنوا شي قاع ما هو فلرق هو يذبح العشور لما لا يعرفهم فكيف يفعلوا بالخطار المكبر عنده من شدة كرمه هو ما يعرفهم نكرهم ومع لا يذبح لهم عجل وسواه لهم بالعجلة لعله يتنقلوا وطرحوا قدامهم وقال لهم لا تاكلون المهم انه نيتراو منهم وقالهم ما يمدوا ايديهم وخلع منهم قال هذا ما هم على باب هو ملائكة ولا فاتوا وشاهد عنه روسه يعني عارفوا انه هو لا يثقل منهم هما يعرفوا انه مولي ابراهيم شي ثقل عليه ما يرضي مولانا خارج من مخالق اذا ارضيته ارضيت ربك واذا اغضبته اغضبت الخالق فوق رأسه سبحانه وتعالى لا تفقع ورع وقتك ثاقع وارجع له اسم الاخلاق ورع كي قال النبي صلى الله عليه وسلم الوحدين شكاونوا من ابي بكر قال لهم جاء ابو بكر لانه قال كلمه عايده ما هي منكر قال واحد عيب ابو سفيان شاف ابو سفيان يتصدر في المدينه بلال الحبشي وقيل انه معاه خباب بن الارت وانه من شافوا سفيان يزقنا في المدينه يدور الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بلال اح سيوف الصحابه ما فات عدلت شغلتها ما دام العدو والله يتمطرق هون يتحرك هذه سيوفنا ما فهد اشتغلت عدو الله يتحرك اسمعهم ابو بكر ولا تمونه قال لهم تقولون هذا لسيدي اهل مكة تقولوا هذا الانسان من اشراف قريش واقلوا واقلوا مستو حميلوا انهم قالها ما تمونك ابو بكر وعد معناها بلا ما تمونك ولا تمونك خباب وهذا من السابقين الى الاسلام تعرفوا خباب نشره معلم وتعرفوا بلال حرطاني وقالوا ان القران ما ذكر من اسماء الصحابه كامل ما هو حرطاني اسمعوا ذاك يا موريتاني المصحف ضركنين تقلبوا كامل ما فيه اسم صحابي ما هو راجل واحد قال له زيد حرطاني وحد كامل والخيمه كبيره ما جاب اسمه ولا فيه من اسامي الكفار من هذه الامه ما هو راجل واحد عم النبي صلى الله عليه وسلم خارج الشريف جوابه في اعراض الدعوه ولا قابل حد يقول لحد جاء مولانا اسمه وفضحه وشاف سوره قافله عليه النار وخارج حرطاني عاد النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقب معاها على الزوجيه كانت عنده مرأة يتركها تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم المرأة كانت عند حرطاني ونين تركها تزوج بها خاتم الانبياء
إن يقول قام وحدين يتعايطوا وحدين من الصحابة لما هم مولك عندهم. إيش القرآن يقول؟ فلما قضى زيد منها بطرا زوجناكها. عدلها مولانا. عاطرك القرآن فيه الله اسمين، اسم الشريف مقدية عليه النار لأنه واقف أعراض الحق، واسم حرطاني ما هم جابرين وحدين من الكفار ولا من قريش ما يختاروا على حراطين وعدلهم. فرفع الله شأنه وجعل اسمه بالكتاب. والسبع يا موريتاني اعلن اللي يعطي القيمة للمخلوق الله رب العالمين، واللي كبر الله مولانا وحد اتبع الشريعة يندار فوق الناس ولن يتعاقب عنها لا يلومن الا نفسه. التكبرة ما هي في الاسلام، الديمقراطية ما تكبر والحرية ما تكبر وشي ثاني ما يكبر. اللي كبر من قال الله اكبر وخضع لربه وسمع شرعه وله اركام بلا قيمة. والدليل عليها، والدليل عليها الواضح في كل وقت، يجي الحرطاني ويجي المعلم ويجي الزناقي قالوا موريتاني ويجي التيفاي ويجي مولا طويبله وبجاع المساوي والصقال والحمام شو يعرف انا قشره، ويجي المدير ويجي الوزير ويجي المستشار ويجي الفقيه ويجي العالم ويجي الشريف. لان يدخلوا المسين طرم عليهم الامام ويقول لهم حقره بعد قاعد طير لهم الرز. استووا استووا استووا، ما انا نهي استووا ترك ما تعرفني السيد الامام، انا مالي الشريف، هذا هذا خطير. استووا تراصوا ويتم لا واقف هم اللي يا علي قالوا شريف من عنتر والله والخيمه كبيره مرقب قال شوفوا استووا. ارجع انت لورا تقدم انت قدام يعني يتخلص في الصف لو لك واحد لباسه فارغ واحد تركيه مشقوق وواحد ما هو مصقل وواحد كذا وواحد كذا وواحد مصقول اهل البصاح واهل الخمراريه واهل شي مرقع واهل شي ثاني. واذا متناظر كامل سووا ولا يقد واحد يقول له حر حوز عني. ولذلك اختلح كل مدير والوزير والمسؤول الكبير يعني تعدل لهم رتو وتلود لهم المسير ما تعثر عليهم. لماذا؟ لان الوزير يتم وزير يعني يتبرم عليه الامام يقول له استووا، يتبرم له الشفار متناظر معاه يعطيه الاخله شفار متناظر معاه. ما شفت ورك الوزراء يركبوا الله اللورا وست الوزير اللي يشوفوا فيها لو راكب الله اللورا قولوا اذا انت الصبيك الكبر يلا تركب على خنشيش القدام اركب القدام الله يحلم انت بيك الكبر. ولذلك ركبت الله اللورا لعل تناظر مع الشفاف. وسبحان الله قالوا له فرنسا وقالوا له الدول ان ما اخت المسؤول الكبير يركب اللورا جاوا لا يجتهدون وداروه اللورا. شوفوا ذا الاجتهاد من فيسته ولا قال كبير يلا يعود قدام. اما تعود كبير تركب اللورا الشفار اللي ما قبرت تقعد بسره ترى يدفع بيقع في الوتر. هو الشيخ جلاه يتكبر عليك دار مولانا اللورا يتعود صدر الكبر اركب على الخشيش القدام يا خي. الله يحلم انا نقدر نعود ما عين على وزراء موريتاني نقدر نعود عين على وزراء فرنسا. لعل واحد يسمع ذا الكلام يقول يا اخوتي ولا اللي يقول ما ينقال هذا الحق هذا الحق. انا قال تم يكبرني يركب اللورا الله يحلم. المهم انهم دخلوا على ابراهيم عليه السلام ولا عرفهم يعني فطروا له كيل ينخلع قالوا له لا تنخلع احنا ملائكه خلاص بلا لا تخلطوا علي هذا حانون شيكم الطعام اللي نعود حلو ما تعرف توكلوا من اي زرورته. يتم حد مره يلقم من حكم مره يلطئ يرصف على لقمه واحده وخرف فوق الزر. ايه سمعوا راجع لك ان شاء الله مني ما اعرفهم وده ما خلع منهم قالوا له احنا ملائكه. محل الشاهد على انهم نمره لعنده نمره زوجة ابو بكر معناها ابراهيم تسر فيه موريتاني يعرفوا تسر هي اللي تقدم الوتاي وطاشين وذيك الامور كامله ولا واقفه مرقبه الصنة تمت ما هي عاد مبشرين تحسهم قالوا له احنا ملائكه وقال ان مولانا مبشروك بانك لا يعود عندك ولد وذاك الولد لا يعود بولو. اللاني سمعتها صكت وجهها خبطت وجهها وقالت عجوز وعقيم لبس من حاله شيبانيه ما قالت تبرد شاشره بس من حاله تبشر بولد هذا ما يصح. قالت ايه اريد وانا عجوز وهذا بعني شيخا ان هذا لشيء عجيب تبرم عليها الملائكه. بينما نحن جلوس الصحابه راعوا في الملك وهون هي انكشف لها عن الملائكه وعاد تتخاطب معاهم ترايفهم. عند منين قالت ايه هذا ما يصح وكذا قالوا لا اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد. عادوا قاع بدل ما يتخاطبوا على عن ابراهيم عادوا يتكلموا على المراه وهذا من اكرام الله لخليل الرحمن.
ابو بكر ما تمونك عليه بلال ولا حباب. جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله قلنا كلاما في ابي سفيان. ولما حكيناه امام الصديق تغير وجهه وقال اننا ما نقولوا في سيد من اسياد قريش. علم النبي صلى الله عليه وسلم معناها علم ابو بكر انهم شكاوا منه للنبي صلى الله عليه وسلم. قام مطرطق وجاء ابو بكر خايف على راسه. إن شاء قالوا يا رسول الله لقد قلت كلاما والله لا أريد منه إلا خيرا، قلته لأخي بلال وخباب ولعلهما مثلا جاوك وقالوا لك كذا. قالوا والله، قالوا يا رسول الله إذا إياك ما ضرني عند الله. قالوا ارجع إليهما واسألهما فإن كنت قد أغضبتهما فقد أغضبت ربك، لأنك من تفسر ولعمك وهما من تفسير للإسلام، أشبههما عند الله منك يا أبا بكر. أنت تنتفسر لعمك وهما ينتفسر الجهاد في سبيل الله. فرقت بينكما كلمتيكما. الإسلام ما يعرف الظلم ولا يعرف الميل على أحد. وانتهى الدرس وما زلنا نموج في هذا البحر. ليلة غدا إن شاء الله نتابع مع الحديث بحول الله تعالى. إن شاء الله سترجعون إن شاء الله. الله المستعان، الله المستعان. ليلة غد إن شاء الله نفتح بعض فوائد هذا الحديث مما يفتح الله به علينا. نرجو الله الفتح المبين والتوفيق والسداد، إنه سميع مجيب. نختم بالدعاء وبعد الصلاة ما يجيني حد يسلم قبل. استغفر الله، استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. أسألك اللهم بجميع أسمائك، أسألك اللهم بجميع صفاتك، اللهم إنا نسألك بذلك كله. لا تترك لنا ينبا إلا أفرط، يا ربي لا تترك لنا ينبا إلا أفرط، يا ربي لا تترك لنا ينبا إلا أفرط. وتجاوزنا عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، والدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين. اللهم لا تركنا هما الا فرج، ولا هما الا فرج. يا ربي لا تركنا هما الا فرج، عاجلا غير رائح بالعافيه والسرور. يا ربي لا تركنا هما الا فرج، يا ربي لا تتركنا عيبا الا سترت، يا ربي لا تتركنا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره، يا ربي لا تتركنا عيبا الا سترته ولا دينا